قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ولو قال قائل إن هناك حديثا في سنن الترمذي يصححه الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب أربعة وخير السرايا 400 ولن يغلب 12,000 من قلة، فكيف يوجه هذا الحديث مع هذه الآية؟ يقال إن كان الحديث صحيح على ما يراه الشيخ رحمه الله فإن المراد من هذا الحديث أن الأصل في قدرات الآدميين أن هذا العدد كاف في الانتصار، لكن هذا العدد لا يستقل بالنصر دون إعانة الله عز وجل. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال تعالى: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين ولو قل عددهم. فيكون هذا هو التوجيه لهذا الحديث.